ازيكم؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اتعودنا مع بعض في سلسلة الموضوعات القانونية وسلسلة المعلومات القانونية اللي بنقدمها من خلال موقع نقابة المحامين ان احنا نتكلم عن اهم الموضوعات اللي بتهم شباب المحامين. النهاردة هتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الاخطاء التي ممكن ان يترتب عليها بطلان والتي من الممكن ان يترتب على هذا البطلان فقد كتير من الحقوق او بطلان الدعوة او رفض الدعوة او عدم قبول الدعوة او بطلان الحكم او بطلان اجراءات الحكم. حاجات كتير قوي بتحصل. من اهم النماذج او من اهم الامثلة الموجودة في الحالات دي واللي بتقابلنا كتير، انا شفت حالة الايام اللي فاتت او الاسبوع اللي فات عن عريض الدعوة المحامي ما مضاش عليها. المحامي ما مضاش على عريضة الدعوة، وبالتالي لما رفعت الدعوة وعرضت أمام المحكمة، وده كان في القضاء الإداري في مجلس الدولة، المحكمة قضت بعدم قبول الدعوة. ليه عدم قبول الدعوة؟ لعدم توقيعها من محامي مقبول للتقاضي أمام القضاء الإداري، محامي استئناف، لأنها مش ممضية من محامي أصلا. وبالتالي رفع الدعوة ترتب عليه أن فوات المواعيد، لأن القضاء الإداري هو الطعن على القرارات الإدارية خلال مدة 60 يوم، فأنت فات الميعاد وفات 60 يوم، لأنك من يوم ما هو رفع الدعوة بعد مرور 40 يوم وكان فاضل 20 وتحدد جلسة بعد شهرين، فكان عدى 90 يوم، وبالتالي فات الميعاد. في الحالة دي بتترفض الدعوة لعدم توقيع عريضة الدعوة المحامي. أيضا بطلان، إزاي يجي البطلان؟ لما يكون في عدم توقيع محامي على الإعلان، عدم توقيع المحامي على الإعلان، عدم توقيع المحضر على الإعلان، يترتب عليه بطلان الإعلان وبطلان رفع الدعوة. أيضا عدم توقيع القاضي على الحكم، يترتب عليه بطلان الحكم. أيضا عدم توقيع القاضي على محاضر الجلسات، كلها مسائل متعلقة بالشكل وضوابط وإجراءات قانونية خاصة بالشكل القانوني، وده كله هتلاقوه موجود في قانون المرافعات. أنا دايما كنت بكلم الشباب وبأكد على شباب المحامين، لازم دايما يا جماعة تلجأوا لقانون المرافعات. قانون المرافعات هو العكاز الرئيسي اللي تعتمد عليه وتتسند عليه عشان تقدر تعرف إيه هي كل الضوابط والإجراءات والشروط التي يجب أن تلتزم بها أثناء عملك كمحامي داخل محاكم القضاء الإداري والمحاكم المدنية والمحاكم التجارية والمحاكم الشرعية، بعكس الأمر داخل المحاكم الجنائية سواء كانت جنايات أو جنح، لأنك في الحالة دي لازم تلجأ للعكاز الثاني اللي بتتسند عليه وهو الإجراءات الجنائية. مهم جدا أنك توقع العريضة، مهم جدا أنك لما تقدم مستندات للمحكمة ترفقها بحفظة مستندات تعلي فيها بهذه الحفظة كل المستندات وتوقع عليها، لأن عدم التوقيع، عدم وجود تاريخ، عدم التوقيع على الحكم، التوقيع على الإعلان، التوقيع على عرض الدعوة، يترتب عليه بطلان الحكم أو بطلان الدعوة أو رفضها لرفعها بغير الطريقة الذي رسمه القانون. أحمد مهران.